كيداري؟ كنتمنى تكونوا لاباس ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. تحية كبيرة لمتتبعي قناة بدرة واحد وقناة بدرة اثنان، وتحية كبيرة لصاحب القناة. معكم سارة من قناة سارة هيلث دي اي واي، واليوم غادي نوريكم النباتات اللي عندي واللي كنعتني بهم. فغادي نبداو من هنا. اول نبتة هي هذه، كان جيرانيوم، هذا كنديروه مع اتاي كيتشرب كيصلح بزاف ديال الحوايج. زوين الريحه ديالو، زوينه حتى المذاق ديالو زوين. كاين هذه فريزه، هيا بدات كديرو حيطه، كنشوف كتبان هي صغيره. كاين هذه وكاين هذه، ديجا كنت دارت واحد ربعه ديال الفريزات كليناهم، دابا راه كدير واحد اخرين جداد. كاين عندي هنايا شجرات ديال الخروب، انا درتهم هنا ولكن خاصني نحيدهم نديرهم في بلاصه واحده اخرى، ماشي بلاصه ديالهم. هذه كاين هذه فلفله حاره سودانيه، فحتى هي راه بدات كدير وريضات. نشوف هي هي داي وريضات، ها هما صغارين. هاتي كاين واحد اخرين، هي كاينه هنا فلفله، اش كتبان ها هي. هاي هنايا فراكين، هما كاينين هادو لا كتبدا الوريضه من بعد كطلع داك الفلفله صغيره وديك الوريضه في راسها بحال شابو، فهكا كتبدا. صافي هادي سودانيه، هذا الشيح ولكن كان يبس ما بقاش كما كان في الاول. كاين هذا فليو، هذا نوع ديال النعناع، كيديروه في الحرشه كيستعملوه. كاين هادي الزعتره، كاين هنا الالوفيرا نورمالمون الحقيقيه زعما، هذه وحده كبيره وهذا صغيرين. كاين هادي كاين هادي صغيره، هنا دايرين النعناع والشيبة. الله على ريحة، ريحتو زوينة بزاف. النعناع ديال من كتغرسو في الدار كيدير ريحة زوينة بزاف، حتى من كديرو في اتاي كدير غير شوية كيدير واحد الريحة مجهدة. فهنا عندنا الشيبة، و كاينة هنا الشجرة ديال الحامض الليمون، الليمون الحامض. فهي كان الوراق ديالها كلهم ولاو صفر، وهاداك الشيء علاش شفتو منها. كانت اصلا كنت دايرها لتحت في الجرده ولاحظتها ما كتكبرش بزاف والوراق ديالها صفار، ومن بعد ملي مشيت كنشوف كنلقى النمل هاجم على الجذور ديالها، يمكن هذاك هو السبب علاش. فحيدتها وجبتها لهنا، درتها في واحد الفو كنت كنهضر على شجرة ديال الحامض، قلت انه صفروا ليها الوراق حيدتهم وجبتها ودرتها هنا. انا مسميه هذه البلاصه غرفه الانعاش، اي نبته كتبغي تموت كنجيبها لهنا. كاين هنا النعناع واحد اخر، كاين اللي مبدل على هذا اللي كاين هنا، كاين هذا جيرانيوم، نعناع، كاين اللويزه، وكاين الحبق. كاين هنا انواع ديال الحبق، كاين هذا نوع بوحدو وهذا نوع بوحدو، وهنا حتى هنا كاين الحبق. نعناع، هذا شويه ديال النعناع. فحاجه واحده اخرى،
حيت انا كان عندي واحد المشكل منين كان صغير كيهبط الماء ديال كان الفائض ديال الماء كينزل في الارض وكيوسخ الارض. فانا درت هذوك الحلل صايبتهم رسمتهم وكنديرهم دابا هنا كينزل الماء في هادو مكينزلش في الارض. فكاين هادو فانا درت بزاف كلشي كاع هاد اللي كينزل منهم الماء كلهم درت لهم هاد اللعيبات هادو. دابا صافي مابقاش عندي المشكل ديال انه الماء كينزل فيه التراب في الارض. حتى هادو صايبتهم بالقراعي ديال البلاستيك قراعي ديال جافيت ديال 5 كيلو. هذا ديجا هذه غازانيا لاني دايره هنا يبسات ولكن هي بدات كترجع تلبت من جديد. ف كنحاول حتى هادي فانا كنحاول نمزج ما بين جوج ديال الهوايات اللي عندي اللي هما جارديناج ولا بانتور. فكنصاوب ديال التويك بحال هكا هادو زوين عندهم حتى كنحلهم شويه هادي فداك الفائض ديال ما كاين اللي كيخرج من هاد الفتحات هادو وكيهبط هنايا. ف هادو هما لي بلانط اللي عندي هنا في لاتيغاس. دايرين هنا غير الاعشاب اللي كنستعملوهم في المطبخ باش بحال النعناع بحال الشيبه بحال هذا باش ما كنشريهمش لانه كنكونوا ضامنين انهم ما مرشوش عليه ما راشينش عليهم شي حاجه خايبه فكناكلوا شي حاجه اللي صحيه. هذاك الشيء علاش انا كنشجع على الزراعه المنزليه لانها واحد الحاجه اللي كتعطي طاقه ايجابيه وفي نفس الوقت كتاكل شي حاجه اللي صحيه اللي انت اللي دايرها وعارف باش سقيتيها وعارف كيفاش كتعتني بها. فكنشجع على الزراعه المنزليه من هذه الناحيه. باقي عندي دي بلونط واحد اخرين لتحت في الجرده ما غاديش نديرهم دابا نقدر ندير فيديو واحد اخر نوريهم لكم. بغيت نوريكم حتى واحد الحاجه هنا نسميها غرفه الانعاش. فكما قلت اي نبته كتبان ليا لتحت كتبغي تموت ولا ما كتوالمهاش الظروف ديال التحت كنجيبها لهنا. ف بحال هادو فهادي كانت تقريبا تموت وجبتها طلعتها لهنا. هنا ما كاينش الشمس بزاف فكترجع كتنبت من جديد. لا ميم شوز هادي غازانيا خصني عاد نقيها تحت هي هاد هاد هادي شوفلا ديال نبات ديال الزينه ماشي ديال الماكله. ف ما كيعجبنيش شي نبته نرميها ولا تموت ولا ما كيعجبني نقدها فكنجيبها لهنا. كانوا هادو من النباتات اللي عندي هنا في لاتيراس واللي كنعتبرهم بحال وليداتي وكنعتني بيهم. فكما قلت انا حتى في القناه ديالي كنحاول نمزج ما بين العنايه بالنباتات وما بين لابانتور وكنحاول نلقى حلول اللي فيها في نفس الوقت حل بحال كما وريتكم المشكل ديال هادو اللي كانوا كيهبط الماء في الارض. فكنحاول نلقى حل في نفس الوقت هو حل المشكل وفي نفس الوقت هو ديكور للمكان كيزيد في الجماليه ديال المكان. فكنتمنى الافكار ديالي تكون عجبتكم وكما قلت كنشجع بزاف على الزراعه المنزليه لانها كتعطي واحد الطاقه ايجابيه كبيره. كنتمنى النباتات ديالي يكون عجبوكم والمره الجايه غادي نقدر نوريكم النباتات اللي عندي في الجرده لتحت. وشكرا والسلامه.